استضافت الأسرة الكريمة لكم أعلام التلاوات بجمهورية مصر العربية. قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية، قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية، والذي جاب العديد من دول العالمين العربي والإسلامي أجمع، الذي جاب أكثر من 46 دولة حول العالمين العربي والإسلامي أجمع، ملك الإبداع الأول وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر، كما استضافت لكم صاحب التاريخ المشرف في عالم دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية فضيلة مولانا القارئ الشيخ الشحات محمد حجاج، كما استضافت لكم قارئ جمهورية مصر العربية زهرة موهوب التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد عبد ربه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم عبر أثير موجات إذاعاتنا الصوتية والأنوار الكهربائية تحت إدارة الباشمهندس أحمد بدوي خطاب المقيم بشنرات مركز الصحة في محافظة الغربية، ومن داخل لؤلؤة السرادقات التي تطلب ونطلب من مخازن عمالقة الفراشة بالجمهورية أولاد أبو الخير، أولاد أبو الخير المقيمين بشنرات مركز الصحة في محافظة الغربية، وعبر كاميرات الباشمهندس العالمي محمد عادل الجهري صاحب الموقع الإسلامي الأشهر على شاشات اليوتيوب. برقية عزاء مقدمة لمعالي السيد اللواء الدكتور وديع بنير. أيها السادة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة يوم القيامة. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدكتور عبد الناصر حرق قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالمين العربي والإسلامي أجمع، يتفضل صاحب الفضيلة يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المتقين أعدت للمتقين وسارعوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وسارعوا إلى مغفرة من
للمتقين الذين ينفقون في السراء للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بكرة الله حبايب النبي صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلا
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين جزاؤهم
جزاء قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان بيان للناس وهدى وموعظة وهدى وموعظة هذا وأنتم الأعلون
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين ماشي بس حاضر حاضر
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبيله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. اطمأنت قلوبنا بالذي هو خير آيات الله البينات التي كانت من أحد سورة آل عمران تلاها علينا قارئ اتحاد إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي أجمع وسفير مصر الدائم عبر الدول العربية والإسلامية والذي جاب أكثر من 46 دولة حول العالمين العربي والإسلامي أجمع ملك الإبداع الأول وملك المقامات ابن محافظة الغربية الذي يشرفها في كل مكان عبر عموم العالمين العربي والإسلامي أجمع صاحب الأداء الراقي المتميز على الدوام فضيل العالم القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري نقل توزيع تبراسيل موجات إذاعات الصوفية الأنوار الكربية والمعرض الفني للأضواء الكاشفة كبرى محطة الديزل الكبرى الفخمة العالمية تحت إدارة الباشمهندس أحمد بدوي خطاب المقيم بهذه البلدة شنراق مركز ومدينة السلطة بمحافظة الغربية.